ارتفاع ده كده كام متر كده يا صاحبي؟ 17 متر لما ده 17 متر للنهاية. النهاية فوق خالص. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أنا بصراحة كنت طالع خايف. لا ما شاء الله العش جامد يعني، إن شاء الله ما تقلقش منه إن شاء الله خالص، ولأن إحنا أصلا لسه عاملين له تجديد من حوالي 6-7 شهور. هو ما شاء الله يعني الخشب لسه بتاعه اصلا بحالته وباين عليه جديده ما شاء الله. الغرفه دي كلها الكبيره دي الطوب الاحمر في الجنب ده كله، اللي هي الاوضه اللي بالطوب الاحمر ده يا جماعه، دي اللي فيها اللحم دي، اللي فيها اللحم دي ما شاء الله. غرفه كبيره يعني على قد عنبر ما شاء الله. انما الغرفه الثانيه الصغيره اللي تحت اللي كان فيها الحوامل طبعا، هي حواليهم كله ابراج اهو ما شاء الله من كل اتجاه. حلو برضه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم، ازيكم وحشونا عاملين ايه يا رب تكونوا بخير. معكم أخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. النهاردة معانا مزرعة حمام صغيرة كده للبيع إن شاء الله في دمياط، بلد الأستاذ أحمد بركات الروضة. هو صديق الأستاذ أحمد بركات معانا. الأستاذ عرف الناس باسم حضرتك. أهلا وسهلا بكم، معكم أخوكم أحمد محمد الباز، اخوكم احمد بس صديق شخصي للاستاذ احمد بركات، ومعظم الحمام ده من عنده، معظم الحمام ده من عند الاستاذ احمد بركات، والحمد لله بفضل الله يعني. ما الحمام ده طبعا كلكم شفتوا الفيديوهات بتاع الاستاذ مصطفى، والحمام ده طبعا انتوا عارفينه كويس جدا جدا بسبب ان انتوا اتفرجتوا طبعا على الفيديوهات بتاعت الاستاذ احمد، والحمد لله معظم السيرات اللي عندي هنا 90% من عند الاستاذ احمد بركات باذن الله. ربنا يبارك ان شاء الله. كم جوز استاذ احمد؟ حوالي من 20 ل 25 جوز. تمام، كلهم لحم بيور زي ما انت شايف حضرتك وزي ما انت عينتهم يا استاذ مصطفى، وان شاء الله يعني اللي هياخدهم مش هيزعل منهم باذن الله. هو انا شفت الحمام، لكن هو الاستاذ احمد يعني انا لومت عليه ان هو ذبح الزغاليل امبارح، فانا كنت احب ان انا اصور زغاليل، بس هو في زغاليل صغيره وفي بيض يعني، ومعظم الحمام بيطارد، بس طبعا الناس كانت بتحب تشوف الزغاليل. هو انا شفت الحمام، الحمام ما شاء الله صحته كويسه ولسه والله ذبح الزغاليل بتاع امبارح، وان شاء الله تشوف الفيديو ومعظم الحمام تحته بيض او تحته زغاليل، والحمام التاني اللي لسه ذبح عياله حتى امبارح بيطارد كله ما شاء الله. ما شاء الله. هو الاستاذ احمد بيني وبين دمياط يعني تقريبا شفتها كده 14 كيلو، الروضه مدينه الروضه صح؟ تمام، مدينه صح؟ ان شاء الله. ما شاء الله. هو برضه بيحضن ثلاثة زينا اهوت، لكن هو احنا زي ما قلنا ذبح الايه؟ ما شاء الله ما شاء الله ثلاثة، والاهالي قايمين بيهم تمام ما شاء الله. تمام ما شاء الله، مأكلين عليهم اهو ما شاء الله، لا قوة الا بالله، ربنا يبارك ما شاء الله. واحنا ماشيين كده الحمام بيطارد يا جماعة، برضه اللي ما معهوش حصى بيطارد او ما شاء الله. هو مدبل الاستاذ احمد، مدبل الحمام بحيث ان هو اي حد يحتاج قص او اتنين او تلاتة يعرف يطلعهم يعني بسرعة، والحمام سايب لكنه هو هي عارف الحمام اهو ما شاء الله، شايفينه بيطارد ده اللي ما فيش معاه حاجة، وفي تاني بقية الحمام كله معظمه معاه بيض اهو، ده معاه بيض. اللي انا عايز ارجوك فيه يعني عشان الناس بتثق فينا، لو في فرد عندك بيطلع بيض فارغ او بذبح ربنا يكرمك، ما هي دي لا والله بذبح او نتايه بتبيض بيضه واحده او نتايه عطال يعني ايه، لا لا الحمد لله بفضل الله يعني اي حاجه عشان الناس هتشتري الحمام ايه ثقه يعني ايه على ضمانتي يعني. لا ان شاء الله بفضل الله قوي، ذكر ان بيضك كسر هنا، بيضك كسرت، بيضك كسرت من ومضم في نفس اليوم، فقمت جايب البيضه حطيتها جنب اخواتها عشان التانيين ايه فبيستعجل القص التاني ان هو يبيض مره تانية يعني. تمام، بدل ما تسيبهم راقدين على بيضه واحده فبتجمع الثلاث بيضات، تجمع الثلاث بيضات فعلا. تمام، اهو يا جماعه وهنا ما شاء الله، اهو هنا ما شاء الله نفس الكلام برضو ثلاثه اهو ما شاء الله. الناس يعني مش مصدقين ان هي موضوع الثلاث بيضات ده، الناس مش مصدقه. لا والله الحمد لله تاني معنا، ما شاء الله شكل البيض ده فقس تقريبا ولا ايه؟ طلع فقس، انت ما شفتهمش، انا شفت القشره اللي هناك دي عرفتهم ما شاء الله، ملبنين كويس استاذ احمد ما شاء الله، اهم حاجه عندنا دي احنا هنا ما شاء الله. الحمام هو نفس حمام الاستاذ احمد بركات، الناس كتير اللي كانت طالبه يعني، الحمد لله احنا عملنا الفيديو قلنا اللي عنده حمام عايز يبيعه هنبيعه له، وان شاء الله الرزق جاي لكم اهو. وانا برضو زغاليل ما شاء الله، مهم قوي موضوع اللبه ده استاذ احمد. تمام ما شاء الله لا قوه الا بالله، ربنا يبارك. تمام، هو ده اللي يهمنا، ده يبين ان صحه الحمام كويسه
شاء الله. ما شاء الله، ربنا يبارك، ربنا يبارك. يلا اكبر زغليل عنده عند الاستاذ احمد. هنا ما شاء الله برضو زغليل تاني اهو، ما شاء الله لا قوه الا بالله، ربنا يبارك. هنا زغليل لسه فاقسه برضو اهي، ما شاء الله. هنا ابيض ولا زغليل؟ ما شاء الله، ما شاء الله. وعاجبني حجم الحمامه برضو عندك يا استاذ احمد، ما شاء الله ربنا يبارك. هنا برضو بيض اهو ما شاء الله، هنا برضو ما شاء الله البيض اهو. طيب تحب تقولي السعر يا استاذ احمد؟ والله المجموعه على بعضها كلها ان شاء الله، لو حد هياخد المجموعه على بعضها هتسهل معاه فيها شويه ب 250 جنيه. لو حد هياخد قطاعي زي ما الناس بتعمل الجزء قطاعي ب 400 جنيه. ب 250 للجمله كلها؟ للجمله كلها في المجموعه على بعضها، لو حد هيشيل كل المجموعه على بعضها. و 400 للفرداني؟ 400 لو هياخد جزء بجزء يعني، عشان هيقعد مثلا بقى وقت وكده. طيب هيجي يستلم من البيت ولا في شحن؟ لا الاستلام من البيت، عشان موضوع الشحن ده ما يعني ما برجحوش قديم. اللي يبقى الاستلام من المنزل في الروضه دمياط، مدينه الروضه تبع مركز فرسكور دمياط يا جماعه. التحديد ده عباره عن مخلوط املاح معدنيه، مخلوط املاح معدنيه وجواه شعير وجواه قرطم وبعض حبات العدس، وجواه معظم البذور بقى اللي احنا بنسميها بذور الطاقة عند الحمام، اللي هي بذر جرجير وبذر كتان وبذر فجل، وبحط فيه برضه حبوب رشاد وسمسم وحبه سوداء، وما شاء الله يعني حاجات كتير. بحط فيه خميره برضه وثنائي فوسفات صوديوم اللي بيساعد على انتاج البيض وتقويه قشره البيض برضه. انا شايف يعني اهتمام من حضرتك يعني كويس تمام، بس عايزين نشوف الكيس ده اللي هو ايه الحاجه البيضة ده. حاضر. هو ده الكيس يا جماعه، هو اللي هو بيضيفه على التحديق، اللي بيعمل منه التحديق بيضيف عليه هو البذور الطاقه اللي هي بتبقى. الكيس ده بيجي جاهز حضرتك كده من عند الناس بتوع الحمام، وانا اللي بضيف عليه المكونات التانيه من عند العطار. ما شاء الله، فسفور، كالسيوم، عظام صبيت، كربونات كالسيوم، واملاح معدنيه، فيتامينات، والف دال 3 وكاف 3 وهي سيلينيوم. ما شاء الله يعني مهم جدا للحمام ده. كده خلصنا موضوع فيديو النهارده، ولو حد في دمياط او خارج دمياط قريب من دمياط عنده كميه حمام لحم مستوى كويس زي الحمام ده يقول لنا برضو ونبيعه له على القناة، لان في ناس كتير كانت عايزة حمام، طالبة حمام مننا، حتى فيهم ناس في الصعيد، احنا حبينا نقرب للناس. لو حد من بعيد يقول لنا برضو ان هو عنده حمام للناس اللي احنا ما بنعرفش نشحن لها الحمام. بكده اكون خلصت موضوع فيديو النهاردة. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لايك بقى الاستاذ احمد كبير، احنا ما طلبناش لايك من الناس خالص. حبيبي يا استاذ.